السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها لمناقشه التحديات الماثله امام ثوره فبراير، وكيف تعاملت السلطه الشرعيه مع اهداف ومطالب الثوره. تواجه ثورة فبراير العديد من التحديات، أولها الثورة المضادة المتمثلة بانقلاب 21 من سبتمبر، وآخرها تعامل وتصرفات الشرعية التي جاءت بناء على استحقاق الثورة. فالجلي أن بعض تصرفات السلطة الشرعية جاءت بالضد من مطالب الثورة، وهو ما يعني ضرب للبعد الأخلاقي والقيمي للثورة. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين. المحور الأول، كيف يمكن للثورة اجتياز التحديات الماثلة أمامها؟ والمحور الثاني، كيف تعاملت السلطة الشرعية مع أهداف ومطالب الثورة؟ ليست الثورة المضادة وحدها من يعوق ثورة 11 من فبراير ويلحق بها تبعات الحرب والدمار الحالية، فهناك أيضا من الملتحقين بها بغية القفز إلى المشهد الجديد لأهداف ومصالح شخصية، وعندما فشلوا تحولت الثورة بنظرهم إلى مأزق وحدث أسود، والحقيقة أنهم هم الواقعون في مأزق. فالثورة نضال جمعي لأهداف عامة، وتلك كانت أهداف فبراير التي لم يدركها هؤلاء ممن لا يتعدى نظرهم مطرح أصابع أرجلهم. وما بين الثورة المضادة الصريحة المتمثلة بانقلاب 21 من سبتمبر والأخرى الناعمة التي تشتغل على ضرب مفهوم التغيير وفكرة الثورة، تواجه ثورة 11 من فبراير الشبابية الشعبية السلمية تحديا آخر أكثر تخفيا ومواربة، إنه الخطر القابع في وسط السلطة الشرعية التي جاءت بناء على شرعية التغيير واستحقاق الثورة. يتمثل خطر هؤلاء بتصرفاتهم المضادة لمطالبات الثورة وأهدافها العريضة، بدءا من فكرة محاصصات الوظائف العامة وليس انتهاءا بتوريث المناصب بين أسر المسؤولين. الواضح إذن في مجمل المشهد أن الثورة هي بقعة الضوء الوحيدة التي تكابد في واقع اليمن المظلم، وهي بوصلة المستقبل المنشود، ولكن عليها أولا اجتياز تلك التحديات. فهل ستنجح في ذلك؟ السؤال هنا لا يحتمل خيارات في الجواب، فعجلة التاريخ لا تعود إلى الوراء، وكذلك حركة التغيير لا تعود للخلف، لكنها قد تحتاج لفترة من التراكم. شهداء الجيش الأحرار. إذن مشاهدينا، سنناقش اليوم في موضوع حلقة اليوم التحديات الماثلة أمام ثورة 11 من فبراير. وفي البداية سينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك سيد عبد الناصر. يعني في البداية، هل يمكن القول أن ثورة فبراير يعني خذلت، ومن الذي خذلها؟ يعني لا يمكن أن نقول من الذي خذلها وكأنه شخص واحد أو طرف واحد، ولكن ظروف كثيرة خذلت الثورة ولم تستفد من الفرصة التي أتيحت لليمن، وكانت فعلا يعني فرصة استثنائية. اليمن إذا حللنا الموضوع من القضية من ناحية موضوعية، اليمن كانت ولا زالت، ولكن نتحدث عن تلك الفترة تحديدا، لم يكن هناك فصل بين الحاكم وبين المؤسسات الدولة. كانت المؤسسات الدولة وتحديدا المؤسسات الخشنة، الجيش، الأمن، المخابرات، مرتبطة عضويا بالنظام السياسي، ولم يكن الحال يشبه الحالة التونسية التي كان هناك فصل بين هذه المؤسسات وبين الرئاسة. وبالتالي عندما أطيح ببن علي استمرت المؤسسات تعمل تقوم بعملها، ولم يكن هناك حاجة إلى غربلة هذه المؤسسات أو تغييرها أو إعادة تشكيلها كما كان الحاصل في اليمن. اليمن ضعف المؤسسات، هذا هو السبب الرئيسي، أن المؤسسات كانت ضعيفة، وبالتالي الإصلاح كان يحتاج إلى قدرات استثنائية، إلى قيادات استثنائية، إلى ثقافة استثنائية تستطيع تستوعب
تلك الحالة اليمنية وتخرج من تلك الحالة بإصلاحات حقيقية داخل النظام نفسه. عندما نقول إصلاحات داخل النظام بمعنى أنه نصلح المؤسسات ونغير قواعد اللعبة التي كانت تتم على أساسها إدارة الدولة، أن يتم تقييد سلطات رئيس الدولة وجميع المسؤولين في الدولة ومراقبتهم، وتقوية السلطة التشريعية وتقوية القضاء. كل هذا كان هو المطلوب، كان هذا الأمر لا يحتاج إلى مؤتمر حوار بذلك الشكل، ولم يكن يحتاج إلى الكثير من الطنطنة والرطانة، ولكن لأن هناك كان هناك أهداف خفية للكثيرين من وراء الثورة، لم يكن هناك حامل سياسي مؤهل لأن يقود ثورة، لأن يقود تغيير في قواعد النظام السياسي، لأن نغير النظام السياسي. كان هناك صراع سلطة مع علي عبد الله صالح، من أكثر من انضم إلى الثورة كان لديهم خوف. تقصد هنا سيد عبد الناصر، تقصد الأحزاب والمكونات المنضوية في الثورة، أم يعني الثورة بشكلها العام؟ أنا أقصد الأحزاب والمكونات، لأنها هي التي كان على عاتقها تقع عملية التغيير. قبل الثورة كان هناك الكثير من الكلام الجميل الذي كانت أحزاب المشترك تدبجه في بياناتها عن تغيير قواعد اللعبة، عن تهيئة الملعب، عن إصلاحات في النظام السياسي، عن إصلاح في النظام الانتخابي. كل ذلك الكلام اعتقدنا بأنه كانت هناك طبقة سياسية ناضجة قادرة على أن تجري مثل هذا التغيير، ولكن اتضح فيما بعد أنه لم يكن هناك إلا رغبات سلطوية. البعض كان خائف على امتيازاته الذي كان يحصل عليها في نظام مع نظام علي عبد الله صالح، وانضم إلى الثورة بغرض المحافظة على تلك الامتيازات. البعض قفز إلى الثورة هكذا قفزة بدون أن يكون حتى مهيئ نفسه لها، كالرئيس هادي. الرئيس هادي قفز إلى الثورة، أتت به الظروف والصدفة التاريخية السيئة لسوء الحظ، وبدأ يتصرف وكأنه قائد الثورة، وكأن الثورة هذه قامت من أجله. بدأ يرسخ سلطته وسلطة المحسوبين عليه وأقاربه، ولا زال يتصرف بذلك الشكل بهذا الشكل حتى الآن. وكون لم يكن هناك قوى ثورية حقيقية لم تتصدى لهذا السلوك، لا من هادي ولا من أفراد حكومته أو الحكومة التي شكلت فيما بعد. وهذا كله أدى في النهاية إلى ما وصلنا إليه. نعم، لكن سيد عبد الناصر، يعني ثورة فبراير يعني بشكلها العام هي ثورة يعني ناس مغلوبين وجواعة ومكلومين، يعني خرجوا للمطالبة بحقوق. هؤلاء الأطراف أو الجهات أو الأحزاب أو الشخصيات الذين انضموا إليها وكانت كما قلت يعني استغلوها للحفاظ على بعض المكاسب التي تخصهم، يعني لماذا يعني حتى أنها يعني كانت الملجأ الوحيد لهم ومع ذلك لم يقدموا لها شيء حتى اللحظة؟ لأنهم لا يحملون مؤهلات أنهم هم يجروا التغيير. هذا ما اتضح لاحقا. نحن كنا نعتقد بأنهم قد أدركوا خطورة المرحلة وبأنهم بدأوا يفكرون بطريقة مختلفة. أنا أقصد هنا القوى السياسية والأحزاب التي انضمت للثورة. أما الجماهير، أما الناس العاديين الذين حلموا بالتغيير وحلموا بيمن جديد، هؤلاء لم يكن لهم حامل سياسي يعبر عن أمنياتهم ويطبقها على الأرض. بل كانوا يوما ما هؤلاء الناس أمل، يعني لهؤلاء الناس الجوعى والذين خرجوا بهذه الثورة، يعني المغلوبين والمقهورين. طبعا يعني القادة السياسيين الذي تصدوا أو للنظام علي عبد الله صالح، الناس أملوا فيهم، وكانوا الناس يعتقدوا بأنهم بيدهم الخلاص وبأنهم سيحققون شعارات الثورة وما طرحته، ولكن لسوء الحظ اتضح أنهم كان لديهم مصالحهم الخاصة ومشاريعهم الخاصة وبأنانية صرفة، يعني تصرفوا بأنانية وأيضا بدون حتى
خطة واضحة ذات أهداف قابلة للتحقق. نعم. ولهذا فشلوا يعني عمليا هؤلاء الذي استلموا الحكم من الرئيس السابق صالح، انتهت سلطتهم بعد أن سيطر الحوثي، بعد أن سلم جزء كبير منهم سلموها للحوثي، وبالتالي انتهت سلطتهم. لولا التدخل الخارجي الذي عاد شكل من أشكال سلطتهم لكانوا جميعا قد فقدوا السلطة التي التي حاولوا أن يغنموها، الذي تعاملوا مع خروج علي عبد الله صالح من السلطة وكأنه مغنم يريد فقط أن يحل محل نظام علي عبد الله صالح بنفس قواعده، لم يكونوا راغبين بأن يغيروا القواعد. لأن إذن سيد عبد الناصر سأعود لأكمل معك، أذهب للترحيب بضيفنا الآخر سينضم إلينا من تعز الكاتب الصحفي أحمد الشوقي. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور أخي الكريم. أهلا بك سيد أحمد. يعني في البداية، هل يمكن القول أن ثورة 11 من فبراير انتهت اليوم؟ لا أعتقد أن ثورة 11 من فبراير انتهت، بل على العكس، الثورة بدأت. يعني انتفاضة 11 فبراير كانت تعبير عن حالة سخط وسياسة شعب عام وضغوط عانوه الناس من تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والعلمي إلى آخره، والتحق بها عدد كبير جدا من خصوم النظام السياسيين ومن القوى المختلفة ويشكلوا رافد لهذا السخط. لكن كان هناك تقلبات وكان هناك مشاريع خاصة لهذه القوى مختلفة بشتى يعني بناها، سواء كانت قبلية أو حزبية أو غيره. الآن ثورة فبراير تخوض محاكاتها وتتبلور من خلال ما حصل بعد مؤتمر الحوار الوطني. موضوع الانقلاب الحوثي هذا محك أول لثورة فبراير، بحيث أن تفرز هذه القوى، تفرز نفسها وتعيد ترتيب أوضاعها، يعني يعيد أصحاب المصلحة ترتيب أنفسهم في سياق مشروع يجسد هذه الثورة أو يمثل أحلامها الكبيرة. وتظل هذه المحكات باعتقادي قائمة إلى حين أن نعرف من هم الأشخاص أصحاب المصلحة من هذه الثورة، ومن هم الذين كانوا بالفعل ثورة فبراير، بدلا من هذا التنكيت والتبكيت القائم من سخريات ومن يعني استخفاف واستهبال للناس والدعاء لبطولة جائفة. أصبح هناك مخبرون وقادة عسكريون وقادة قبليون ولاعبون كثيرون وكهنوتيون يتحدثوا باسم الثورة ويعتذروا باسم الثورة عن أدوارهم، وهم لم يكونوا سوى انتهازيين ركبوا على باقة الثورة بقصد الاستفادة منها، وبعضهم استفاد منها بشكل يفوق الخيال، وعاد في النهاية للمكاحل ثورة فبراير ليستفيد من أطراف أخرى داخلية أو خارجية. نعم، لكن سيد أحمد، يعني الاحتفالات التي تقام اليوم في أرجاء البلاد يعني داخل الوطن وخارجه، يعني هل هو احتفال يعني للتأكيد بانتصار 11 فبراير، أو يعني لاحتفال مخصص بهذا اليوم وهذا التاريخ تحديدا، أم أنه تأكيد على استمرار الثورة و يعني الاستمرار في النضال لتحقيق أهدافها؟ الحدث بذاته هو مناسبة لا يمكن تجاهلها، بمعنى 11 فبراير هو حدث بالنسبة لنا كمعارضين لنظام علي عبد الله صالح أو ثوار خرجنا في الساحة في 11 فبراير، أو بالنسبة لأنصار علي عبد الله صالح، أو حتى بالنسبة للحوثيين والكهنوتيين وكل القوى المختلفة في البلد، هو حدث لا يمكن تجاوزه. وأثبتت الأيام أن ما بعد 11 فبراير ليس كما قبل 11 فبراير، والخروج بالاحتفال بهذا الحدث يعني هو من الناحية يعني الذوقية، من الناحية الشكلية هو شيء جيد، ولكن الحقيقة أن ثوار فبراير اليوم يحتفلون في ظل وجود أسئلة كبيرة جدا، في ظل غياب إلى كثير من قادة فبراير ومن ثوار فبراير ومن ناظرين فبراير الذين استهدفتهم جبهات الموت وجبهات القتال وكادت تقضي عليهم. اليوم أسئلة فبراير أسئلة ثقيلة وأسئلة متعبة، وأعتقد أن من الصعب أن نحكم على فبراير هل انتصحت أم لا، لأن أمامنا مشوار يجب أن نكمله، وهناك ثورات تستمر عشرات السنين ولا يتم الحكم عليها إلا بعد مرور مدة، بحيث أن تقاس الثورة بما قدمته للشعب. الآن كما قلت أنا وأؤكد أن فبراير في 11 فبراير 2011 كانت عبارة عن انتفاضة من جموع الناس، ولن تكون ثورة، ولن تكون ثورة إلا حينما تحدث التغيير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي اللازم لتطور المجتمع اليمني.
سلطوننا في 11 فبراير على واقع كنا نراه، على حاضر كنا نراه، ولكننا لم نصر على الماضي الذي ألقى بظلاله علينا، على حاضرنا وعلى مستقبلنا. لكن وما زالت مستمرة. لكن سيد أحمد وما زالت مستمرة، يعني هذه الاحتفالات هي تأكيد على ذلك. نعم، الثورة ما زالت مستمرة. صحيح أن هناك الكثير من القادة الذين يتحدثون باسم الثورة ليس لهم علاقة بالثورة، وصحيح أن ثوار فبراير لم يعد كثير منهم موجودون على قيد الحياة، وبعضهم ليسوا موجودين يعني في صدارة القرار، وصحيح أن المتبقي منهم ليس لهم أي سلطة أو أي خطوة أو أي تأثير أو صوت مسموع، ولكن جوهر فبراير، فكرة فبراير، نسق فبراير، أهداف أو نقول أحلام فبراير هي كاملة في وجودنا، هي تتشكل الآن من خلال ما يحدث الآن. أنت أنا أتصور الآن الشرعية مثلا كنموذج قصدي لما حدث بعد فبراير، وهناك قوى داخلها لا تؤمن بالشرعية موجودة، وقد نحدث بعد أن ننتهي من هذه الحرب، إذا انتهينا منها إلى انتصار مثلا، أن يحدث هناك تناقضات داخل البنى التي يعني تعتبر داعمة للشرعية، وتحصل هناك صراع في المشاريع. هناك مشروع واحد سينبثق من داخل هذه القوى في داخل هذا المعسكر، سيكون 6 فبراير والآخرين سيكونوا ليسوا سوى يعني متعلقين أو راكبين لموقف فبراير، ليس لهم علاقة بمشروعها أو بفكرتها. لكن سيد أحمد، يعني ما هي أدوات الاستمرار؟ أعتقد أنه التدهور الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي القائم هو من أدوات استمرار الثورة. يعني نحن الآن هناك في 11 فبراير قطاع من الناس يعني مكرهين بظروفهم، وكان هناك آخرين ليس لا يعانوا نفس المعاناة. الآن المعاناة هي تفرض على الناس أن يخوضوا هذا المسار وأن يكملوه. ثورة فبراير الآن الحرب القائمة هذه هي من أدوات استمرارها، لأنه كشفت الأوراق. يعني ما حدث في عدد المرحلة الماضية أيضا هو واحد من أدوات استمرار فبراير. أيضا بعض التطورات مثلا الآن علي عبد الله صالح قتل في العام المنصرم، هناك يعني جبهات من كانوا ضد هذه الثورة ويحاولون قمعها، يعني بدأت الثورة نسبيا تحقق خطوات بطيئة في التخلص من هذا الأذى الذي كان يجم على الوطن. وبالتالي نحن الآن أعتقد أكثر حاجة للتمسك بحلم فبراير وعمل فبراير. أما أن نخوض فبراير أو نصور فبراير كاحتفال، فأعتقد أن هذا سوف يكون احتفال للمهرجين والانتهاجيين، وأن يكون احتفالا لقيام أهداف فبراير، لأن العمل على أهداف فبراير على أمل فبراير غير موجود عند هؤلاء الناس. هو موجود الآن في الجبهات، موجود الآن من خلال المفهوم الذي نحن نصقله للدولة، موجود من خلال المحكات والتجارب التي نمر فيها، وتعطينا فهما أوسع لمشكلتنا اليمنية ولما نحتاجه في المرحلة القادمة. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي الصحفي أحمد شوقي. أعود للمحلل السياسي عبد الناصر المودع. يعني سيد عبد الناصر، ماذا عن الانقلاب، انقلاب 21 من سبتمبر؟ ألا ترى بأنه منقاد إلى هذا الوضع؟ يعني طبعا انقلاب 21 سبتمبر هو كانت المحصلة، نتيجة الفشل، أنها الدولة عندما سلمت للحوثيين كان هذا إذانا بفشل ثورة 2011، ودخول الحوثيين إلى صنعاء كان يعني فشل هذه الثورة. وحتى الآن نحن نقول أن الثورة فشلت كإجراءات، ربما تبقى كفكرة، تبقى الشعارات التي رفعتها حافز للآخرين في المستقبل يتحركوا، ولكن بعد أن فشل من استلم السلطة واستلم الدولة أن يحافظ عليها، أن يجري التغيير المطلوب خلال الفترة الانتقالية التي كانت محددة في المبادرة الخليجية بسنتين، عندما فشل هؤلاء، عندما فشلوا في أن يجروا حوار حقيقي. لكن فشل هؤلاء سيد عبد الناصر لا يعني فشل فبراير وفشل يعني الذين يحملون مبادئ هذه الثورة. لا، فشل فبراير، فشلت الثورة. الثورة الآن اليمن الآن لم يعد هناك نظام دولة، لم يعد هناك حكومة مركزية. الصراع الآن يتم بين قوى كثيرة ذات مشاريع خاصة، حزبية، جهوية، شخصية، أمراء حرب وغيرهم. لم يعد ليس هناك صراع بين ثوار 2011 ومن هم ضد هذه الثورة. الآن العملية هو صراع وحرب أهلية تقودها ميليشيات متعددة ذات اتجاهات مختلفة بأجندات متصارعة لا يجمع بينهم جامع.
وبالتالي ليس هناك الآن ما يشير إلى أننا يعني أفهم منك سيد عبد الناصر أن الانقلاب نجح في إيقاف الثورة. طبعا بالضبط، وأوقف الثورة، أوقف العملية السياسية، أوقف ليس فقط 2011، أوقف ال 62، وأوقف الاستقلال في الجنوب، أوقف كل معاني الدولة الانقلاب في 21 سبتمبر، وهذا كان خطورته، وهذا كنا نحذر منه في تلك الفترة. وقبل تلك الفترة كنا من الذي يحذر من هذا العمل، من هذا العبث، من هذا الاستهتار بالدولة، لأننا سنفقد الدولة، وليس فقط سنفقد النظام السياسي أو ولكننا فقدنا فعلا الدولة. فسبتمبر 21 سبتمبر هو قضى على الدولة وفكرة الدولة، وكذلك ثورة 2011 قضى عليها تماما. لكن سيد عبد الناصر، يعني كل ثورة تواجه يعني معوقات كثيرة، تواجه منعطفات كبيرة، لكن لا يعني فشلها. يعني هذا الانقلاب مهما كان ومهما كان الصراع القائم، يعني ما زال هناك ثوار فبراير يحملون عقيدة فبراير، يعني سينتصرون لها يوما ما. يعني هذا كلام رومانسي، ولكنه في الواقع العملي ليس كذلك. كثير من ثورات أجهضت في العالم، كثير من الدول أجهضت ولم يعد لها قائم، ولم تقم لها قائمة بعد ذلك. كثير من الأفكار الجميلة تم سحقها وإلغائها في كثير من الشعوب وكثير من المجتمعات. التاريخ يعلمنا بأن الحياة ليست في خط مستقيم، بمعنى أننا اليوم هو أفضل من الأمس وغدا أفضل من اليوم وهكذا. لا، كثير من حوادث التاريخ تشير إلى أن شعوب كثيرة تتحرك من الأحسن إلى الأسوأ، وهكذا تستمر في الحراك نحو الأسوأ. وواقع اليمن اليوم هو في هذه الصورة. لا نعرف المستقبل ماذا يخبئ لنا، قد ينبثق عن هذا الواقع الردي شكل جميل، أشخاص جدد، قوة سياسية أو قوة سياسية جديدة تعيد الحياة الأفكار أو الشعارات التي طرحت في 2011، ولكن هذا الأمر ليس مضمون على الأقل في المستقبل القريب، خاصة أن المعطيات الحالية على الأرض تشير إلى أننا فقدنا الدولة اليمنية. ليس هناك الآن حتى من مشروع سلطوي حتى استبدادي واضح في الأفق ليستعيد الدولة على الأقل لفترة ما، فما بالك نظام ديمقراطي، نظام يقوم على العدالة وعلى المساواة للجميع. هذا لا زال هذا الأمر بعيد جدا في واقع اليمن اليوم. وضحت صورة. أشكرك جزيلا المحلل السياسي عبد الناصر المودع، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. أعود لضيفي الآخر الكاتب الصحفي أحمد شوقي. يعني سيد أحمد، بالنسبة للمآخذ التي يأخذها البعض على ثورة فبراير، كيف تنظر إليها باعتبارك أحد المشاركين في هذه الثورة؟ أنا أعتقد أنه أول ما أخذ على ثورة فبراير أنها كانت ثورة بلا مشروع، وأي ثورة بلا مشروع سوف تتعرض للاختطاف من قبل القوى الموجودة على الشارع. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أعتقد أن هذه الثورة لم تخلق كيانات أو لم تتخلق من خلال كيانات روابط معينة اجتماعية ذات مصلحة بحيث أن تشكل لها كتلة ضاغطة لتنفيذ أهداف هذه الثورة، أو ليس له هناك أهداف لكن لفكرة هذه الثورة وبالورد أهدافها. لم يكن هناك قوى موجودة حقيقية اجتماعية ذات مصالح مترابطة موجودة تشتغل على هذا الجانب. المسألة الثالثة هو أنه من كنا نعتقد أنهم شركاء الثورة وهم أصحاب مصلحة فيما يسمح إليه كقادمة في تلك الأيام، هم أيضا ركبوا على موجود الثورة وعملوا على إفراغها من مضامينها. البعد الرابع أنها لم تخلق قادة ثوريين حقيقيين. هناك بعض الشباب الذين صعدوا بشكل دعائي وتم يعني استقطابهم واستنزافهم ويعني اللعب على أفكارهم بحيث أن هؤلاء الشباب أصبحوا مجموعة من الانتهازيين والاستغلاليين. وهناك طبعا معاقل كثيرة، لكن أنا أعتقد أن فكرة فبراير لم يكن ذلك الغضب ولم يكن ذلك الخطف يعني غزافا أو لم يكن من فراغ. هناك أسباب يعني وجدت، وبالتالي كان صاحبنا لا يقوم على وعي بما يحدث
ولن بالتالي ينتج عمل منجز كبير، لكن ما حدث من مضاعفات من تداعيات من ارتدادات الثوره هو الان ما سيبلور بالتعلم بالتجربه من خلال الاكتشاف ما نحتاجه في المرحله القادمه، ما هو المشروع الذي تحتاجه هذه البلاد لتنهض بنفسها وتستعيد نفسها. واعتقد انه من الخطا الحكم على ثوره فبراير في هذه المرحله كونها لم يعني لم توجد مناسبه اخرى، لم يوجد حدث اخر غير 11 فبراير نستطيع ان نقول انه صنع التحول. بالعكس الان ما يجري الى اليوم هو من ارتدادات 11 فبراير، ولم تقم ثوره ثانيه لنقول ان ثوره فبراير قد فشلت. نعم، لكن سيد احمد يعني هناك من شارك في هذه الثوره ايضا، لو تحدثنا عن السلطه الشرعيه هي يعني فبراير من اتى بهذه السلطه هو بالرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم نجد من داخل هذه السلطه الشرعيه وايضا مشاركين في هذه الثوره يتنكر لفبراير. نعم، نحن الان نتفق على ان انتفاضه فبراير كانت خليط من مجموعه من القوى السياسيه والحزبيه والقبليه والاجتماعيه التي كانت لديها خصومات مع النظام الحاكم وبعض الانتهاكين المتسلقين، ولكن لا نتفق على ان فبراير حملت مشروعا لتغيير البلاد، وبالتالي هؤلاء الاشخاص لم يعني جاءوا بغرض انهاء النظام والحلول محله بشكل من الاشكال في ظل اي صوره جديده لسلطه حاكمه، لكن لم يكونوا جزءا من مشروع الثوره ولا ينتجوا مشروع الثوره، هذا جانب. الجانب الاخر ان السلطه الشرعيه يجب ان نفرق بين السلطه الشرعيه وبين ثوره فبراير. ثورة فبراير لم تأتي بكامل القناعة بالسلطة الحالية، وإنما كان هذا إجراء تسوية سياسية أو كما كان يطلق عليها على سبيل المبالغة تسوية ثورية للواقع الراهن، وكان بسبب محاولة تجنب الحرب الأهلية. ولذلك السلطة الشرعية حرصت من خلال هذا العمل أن تستوعب يعني جميع الأطراف المختلفة سواء كانوا من كانوا مع الثورة أو من كانوا مختلفين مع فبراير، بغرض أن هناك تحدي الآن جديد فرض نفسه الذي هو تحدي الحوثي. هؤلاء الأشخاص للأسف يعني مع وجود التداخلات الجديده هذه وحرب الاستقطاب ضد الربيع العربي وضد ثوره فبراير اصبحوا يجدوا ان قوتهم او نفوذهم او مصالحهم تتشكل في ان نعود الى ما كان قبل فبراير وما هو ما يتفق مع توجهات بعض الجهات الاقليميه، ويعني سيشكلون حاله تبني مضمونه قد لا تشكل حاله الثوره التي قد تضم في خلال تحولاتها يعني حالات تضحيات و نعم. ويعني يعني مشاكل لهؤلاء الاشخاص الذين يحبون ان يعيشوا في الظلال الوارفه وفي النتائج المضمونه والتي تخدمهم وتخدم مصالحهم الخاصه. نعم، اشكرك جزيلا الكاتب الصحفي احمد شوقي، كنت معنا من تعز. وبهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام الحلقة، أيضا أشكر ضيفي الآخر من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله.